نعم، وقع خلاف أو اختلاف بين العلماء في مسألة هل الحج يجب على الفور أو على التراخي، هذا من الاختلاف المحمود، وبل وقع الاختلاف في المذهب نفسه، في المذهب المالكي نفسه. نعم. فالإمام مالك مع البغداديين ومعه بعض المتقدمين يرون أنه على الفور، والمذهب عند المتأخرين هو على التراخي. ومن قال إن على الفور فهو على الأصل، ومن قال على التراخي فالمسألة تتعلق بنزول آية الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهناك من يرى أنها نزلت في السنة السادسة من الهجرة، وهناك من يرى أنها نزلت عام الوفود السنة التاسعة، وأن في السادسة هي وأتم الحج والعمرة لله من سورة البقرة. فقالوا فرض الحج في ست، وفتحت مكة في ثمان، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فدل ذلك أنه على التراخي. لكن حتى الذين يقولون على التراخي يقولون ما لم يخشى المسلم الفوت، إذا خشي الفوت فإنه يتعجل ويكون على الفور، طبعا كل يدور مع الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إلا إذا خشي الفوت من مرض أو من كبر، يعني حتى قال بعضهم إذا وصل الستين مثلا، ما زال يراجي هذا. فالمسألة يعني، لكنني أقول أولا ينبغي حتى على التراخي أن يكون عازما على الحج، حتى من يؤخر الحج ويراه على التراخي مع أهليته لذلك، ويعني توفر شروطه، لابد أن يعزم على الحج، يكون عازم ناوي بحج، نوى أن يمتثل الأمر لكنه أجله كل عام إلى عام آخر لأسباب، لكنه يعقد العزم على أنه سيحج.